على هذه الأرض ما يستحق الحياة لا الموت. هكذا يستبدل هؤلاء الجنود حفر الألغام بزراعة الورد بعد أن انتزعوها. من هنا مرت مسيرة الميليشيا وخلفت وراءها تركة ثقيلة من الألغام، أحد أهم الوسائل التي تنتهجها في الحرب. فقاعدة الجماعة الإنقلابية: إن لم تحرز تقدما فأحرق الأرض التي تخسرها. لقد وفقنا الله تعالى بانتزاع أكثر من 3000 لغم بين الألغام للسيارات وألغام للأفراد على مستوى الجبهتين. معالم واضحة خلفتها الميليشيا هنا في جبهة ميدي في الساحل الغربي من محافظة حجة. على طريقتهم ربما أراد أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أن يوجهوا رسالة حب وسلام، أن زراعة الحياة أقوى وأسرع وأنفذ من تسميم الأرض وجلب الموت، لتكون المحصلة النهائية بأن هذا اللغم الذي وضع ليقتل من يمر هنا استبدل بوردة مما لا شك فيه أنها ستمنح يوما البهجة لمن سيسير هنا. ما يربو على 3000 لغم تم نزعها حتى الآن من صحراء حرض وشواطئ ميدي، ولا زالت الفرق الهندسية تواصل مهمها لتكتشف كل يوم حقولا جديدة. لم نأتي إلى هنا رغبة في الحرب، بل لننثر الحياة في ربوع هذه الأرض بعد أن ملأتها الميليشيا بأدوات الموت والخراب. بين الوردة واللغم، بين إنسان يحلم بوطن يملأه الحب والسلام وآخر يريده حكرا لمشروعه الدموي، ثمة فرق، وفرق شاسع جدا. علي جعبور، قناة بلقيس، ميدي.